مجموعة من الكفاءات المغربية حول القضايا الراهنة لبلادنا يقدم مجموعة من خدمات المواكبة والتوجيه لمغاربة العالم ويخلق فضاء للنقاش ونقل خبراتهم وتجاربهم لبلدهم الأصل المملكة المغربية. السلام عليكم، معكم هدي مرابط رئيس المكتب المركزي جمعية الأسرة التنمية المستدامة. اليوم كنعيشوا فعاليات المهرجان الوطني للجارية المغربية المقيم بالخارج منظم بمدينة العرائش. اليوم عندنا الافتتاح اللي حضروا فيه مجموعة ديال الكفاءات مغاربة العالم على رأسهم السي رشيد اليزامي، الدكتور رشيد اليزامي، وكذلك ست سفراء الدول الصديقة للمغرب. مهرجان نهج هذه السنة استراتيجية ديال التوجه نحو الدول الصديقة في إفريقيا، والشعار خير دليل مغاربة العالم وتحديات إفريقيا تنوع وتنمية. هذا الانفتاح جاء في إطار يعني الخطة ديال سيدنا الله ينصره اللي كي يفتح لنا المجال ان نعزو هذه العلاقه الثنائيه بين المغرب وكذلك البلدان الافريقيه، تعزيز هذه العلاقه الثنائيه جنوب وكذلك جعل المغرب هو القاطره لافريقيا للاستثمار وكذلك لخلق الثروه. دونك هذا المهرجان غادي يمتد لمدة 4 أيام هنا بمدينة العرائش، وغادي ينطلق إن شاء الله لودي أوتش في مدينة القنيطرة ابتداء من الساعة 6 مساء في فندق إربع. إذا كنبغي نرحب بكم وشكرا لكم. السلام عليكم، شكرا للمواقع الإلكترونية، شكرا للحضور. كما لاحظتم أن كان هذا المهرجان ديال الجالية في دورته الخامسة جد مميز بحضور وازن، الحضور كان وازن، فيه سفراء، فيه كوادرا، فيه علماء، فيه على رأسهم السيد رشيد اليزامي اللي كنرحبوا به. هذه الدورة هذه اللي عرفت تبارك الله هذا الحضور، فهذا الحضور ماشي جاء غير باش غادي يحضروا يمشي، وإنما احنا كنقلبوا على شراكات على تنمية لمدينة العرايش. فهنيئا لمدينة العرايش بهذه الدورة الخامسة اللي تقامت، وشكرا للجمعية اللي هي المشرفة على هذا بالتنسيق مع جماعة العرايش، عمالة العرايش، الجهة، الشركات اللي هما ساهموا، القطاع الخاص حتى هما ساهموا، لأن عرفوا بأن هذا البروجي ماشي بروجي عادي. يعني كاين مهرجانات اللي كنحفزوهم وكندافعوا على ديالهم وعلى الدعم ديالهم، ولكن هذا مهرجان اللي هو مميز جد مميز، وكنتمنوا اننا ان شاء الله العام الجاي نخدموا على عنوان من غير العنوان اللي عندنا ديال تحديات افريقيا. العرايش مدينه جميله جدا، فيها كاع لي بوتونسييل، عندها البحر، عندها الغابه، عندها الواد، عندها ثروه سمكيه، ثروه فلاحيه. الور لما لا انها نستقطبوا مستثمرين، لان خرجنا اليوم بعد مع مستثمرين وعجبتهم العرايش بزاف. الور قال لك هاد المساحه كامله خصها تستغل وتكون فيها شركات، تكون فيها باش نمتصوا ديك البطاله نمتصوا. فلهذا الحمد لله ما كانت سهله علينا، انني خرجت صراها عام تقريبا وحنا كنجريو باش استقطبنا هاد السفراء، ماشي سهله علينا، وكنتمنوا باش نخرجوا ان شاء الله بنتيجة اللي هي توصيات زوينة، ونخرجوا بشي حاجة اللي هي تعود على مدينة العرايش بالخير إن شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا للمنابر الإعلامية، ونتمنى أننا نكون عند حسن الظن، وأننا نكون نجحنا في هذه الدورة، ونجحنا أننا خلينا واحد البصمة اللي نشكر عليها. شكرا لكم.